بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة عالم الصيدلة، هذه القناة اللي كتهتم بإعطاء معلومات عن بعض الأدوية التي تباع في الصيدليات. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف غادي نعطي لكم واحد الوصفة اللي هي يعني درت واحد ضجة كبيرة في اليوتيوب، ولا هي وصفة ديال بيكربونات دو سود. هذه بيكربونات دو سود فيها الصغيرة وفيها الكبيرة، هي معروفة كتباع في الصيدليات. الصغيرة كتباع بثلاثة دراهم والكبيرة كتباع بستة دراهم. بطبيعة الحال هذه الوصفة وهذا الدواء بطبيعة الحال هو عبارة عن بودر كيتخلط مع الماء وكيدار الوجه ولا كيبي ولا تيدار السناح كيبيضهم وتيقشر لنا الوجه، وبطبيعة الحال كيدار باقي الجسم كذلك من أجل التبييض. هذه الوصفة راه هي كتباع في الصيدليات، الثمن ديالها الكبيرة 6 دراهم والصغيرة 3 دراهم. نتمنى انكم فتوا في هذا الفيديو ان شاء الله.